بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، أهلا أخواتي وأخوتي ولادي وبناتي، مرحبا بكم في قناة يوميات بسمة وأمه. اليوم خرجتكم من الكوزينة، ديتكم معايا للبحر في وهران. إن شاء الله فيديو نتاع اليوم يعجبكم. صورت لكم شوية طريق تاع وهران، مهدات للمغتربين كي يشوفوا بلادهم يتفكروها من هنا. تشوفوا سانتا كروز وكامل طريق من وهران حتى ليزاندالوس. ان شاء الله جولة ممتعة، وكاين الجزء الثاني ما تراطوش، فيه فوائد بزاف، وصفات، تحضيرات، كامل ان شاء الله فرجة ممتعة.
ان شاء الله الطبيعه والجو يكون عجبكم معنا. هذه جبت لكم بعض المقتطفات هنا فطورنا شفطرنا. دوق الفيديو نوقب ان شاء الله نوريكم كيفاش درت التحضيرات تاع الاكل الخفيف سريع اقتصادي. وحبيباتي اللي وصلت معايا لهنا ما تنساوليش اللايك، اللي دخلتوا معنا جداد مرحبا بكم، ما تنساوناش اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وان شاء الله تكونوا تستفادوا معنا وربي يفرحكم ويجازيكم وينوركم على تعليقاتكم الرائعه المحفزه. ربي يفرح الجميع ان شاء الله، والى الفيديو القادم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.